يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. عوده العشرة الصبح في الاهلي، ولسه مكملين مع حضراتكم مع نجومنا ابطال الجمهوريه في الكره الطايره تحت سن 17 سنه، ومنورنا في الاستوديو الثنائي محمد طارق وانس حاتم ابطال فريق الكره الطايره تحت سن 17 سنه. صباح الفل عليكم. صباح الفل. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحاله النفسيه انتعشت بعد الكاس والتتويج؟ طبعا. مليون مبروك طبعا، بدايه الكلام لازم نهنيكم على الانجاز الكبير ده، وزي ما ابتديت مع كابتن نادر من شويه برضو اكيد يعني فكره ان الموسم كان صعب، عايزين نعرف من وجهه نظركم انتوا بقى مدى صعوبه الموسم ده واختلافه عن المواسم اللي فاتت. نبتدي معاك يا انس. الموسم ده كان صعب شويه عشان كورونا، وكان في توقفات ويوقفوا البطوله ونكملها ونوقف، فبيبقى في مشكله في المواعيد وكده والدروس بتاعتنا وتماريننا والمدرسه وكده، بس الحمد لله يعني الموسم ده كان موسم حلو ولعبنا بشكل كويس وخدنا بطولة الجمهورية. هو من ناحية حلو فهو حلو زي ما انتم شايفين. الحمد لله يعني، وكانت بطولة كويسة مع كابتن نادر الحمد لله، وعملنا شغل كويس تمرين زي الحمد لله. وانت بالنسبة لك يا ابو حميد كان الموسم ده عامل ازاي؟ الموسم ده كان مختلف شوية عن الموسم اللي فات، لأن الموسم اللي فات كان مش طويل قوي زي الموسم ده. الموسم اللي فات كان عندنا سوء توفيق شوية، ما قدرناش نحقق لا القاهرة ولا الجمهورية. كان فرق شوط يعني، الموسم ده الحمد لله قدرنا نحقق البطولتين. يعني الموسم ده كان طويل شويه بسبب الكورونا. الكورونا انعكست يعني سلبا الى اي درجه عليكم في التمرينات وفي التجمعات والحاجات دي؟ ان احنا كنا بنقف، فريتم التمرين كان بيهدى شويه، بعد كده بنرجع تاني نحاول نرجع تاني لمستوانا، فكان ساعتها بقى المستوى بيقع ويالا، فدي كانت مشكله بالنسبه لنا. انتوا لما كان بيبقى في فتره توقف نتيجه الكورونا بيبقى توقف كامل ولا برضو بيبقى في حتى ولو على خفيف تمارين؟ لا كان في الاول كنا موقفين خالص، اللي هو في الوقت اللي كان فيه الحظر، فكنا موقفين تمارين خالص، بعديها رجعنا تاني، وبعديها بقى اللي هو الحظر اللي هو بالليل، فبقت تماريننا كلها تبقى الصبح، فبقت مواعيد بتبقى متغيره في الصاله، فبيبقى عندنا مشكله في مواعيد التمارين وكده، بس الحمد لله يعني في الاخر ظبطناها والحمد لله يعني خدنا البطوله الحمد لله. جميل، مليون مبروك. طب تعالوا نتعرف بقى عليكم شخصيا اكتر، يعني انتوا اعماركم قد ايه؟ في سنه كام دراسيه؟ هل زي زياد كده في ثانويه عامه ولا في مرحله ثانيه؟ في جامعه. الله، عديت بقى استاذ، عديت من الصعب. خلصت من الثانويه عامه. بتدرس ايه حاليا يا محمد؟ انا تجاره في حلوان الزمالك. والدنيا ماشي الحال في الدراسه والتمارين والماتشات وكده ولا في صعوبه؟ يعني لا لا الدنيا مظبطه يعني الحمد لله زي الفل. وانت بالنسبه لك يعني؟ انا 17 سنه. انا ثانيه ثانوي. اوكي. انا بالنسبه لي يعني تبقى يعني سهله شويه علشان لسه مدرسه وكده، فبحاول اظبط دروسي مع التمارين. بس انت داخل على ثانويه عامه يا حاج. ما هو بقى ومش هتبقى بالسهوله اللي انت بتتكلم فيها ان شاء الله. يعني ان شاء الله احاول اوفق ما بين الاثنين، ويعني اظبط دروسي مع التمارين عشان يبقى عندي وقت المذاكره ووقت للتمارين، ويعني ان شاء الله. الاهالي عاملين ايه معاكم في التفصيله دي بالذات، فكره ان الدراسه، ويعني انس خلي بالك انت جاي على المذاكره لصالح الرياضه، النوع ده من التعليقات بتتقال لكم؟ يعني بيحاولوا يخلونا نبقى ما بين الاثنين، يعني مركزين في الاثنين، يعني في الوقت اللي انا في البيت لازم ابقى قاعد بذاكر ومركز، الوقت اللي انا ببقى في التمرين لازم ابقى مركز في تمريني، ف يعني عشان ما نبقاش مضيعين وقت نبقى على الاثنين مع بعض. انت عموما حاطط عينك على اي جامعه؟ عايز تدرس ايه بعد انا المصدر؟ عايز ادرس هندسه ان شاء الله بترول باذن الله. طب الهندسه دي عايزه ده انت لازم تعضعض الكتب يا استاذ، مش بس تذاكر. لا ان شاء الله بس يعني. ان شاء الله قدها ودود، لان دايما بيقولوا على فكره الكلام ده قاسم مشترك في كلام كتير من الابطال في الرياضات المختلفه، يعني ان هم اللي ناجح رياضيا مش بالضروره يكون فاشل دراسيا، عادي جدا. أيوة. ممكن تنجح في الاثنين مع بعض ولا ايه؟ انت خدت التجربه دي في حته الثانويه العامه؟ لا يعني وانا في الثانويه العامه الصراحه الموضوع كان صعب شويه. لان احنا برضو البطوله بتاعتنا كان في كورونا وكده، فوقفت شويه وترحلت لبعد الامتحانات، فكان ساعتها عندنا الامتحانات مع التمارين والمذاكره وثانويه عامه والضغط والحاجات دي كانت صعبه يعني، بس الحمد لله عدت على خير. وانت بالنسبه لك يا محمد، هل بعد التخرج بتفكر تعمل ايه؟ هل تستمر في دراسه؟ هل تجمع في شغل معين ما بين ان انت بتشتغل وفي نفس الوقت في مجال الرياضه؟ يعني مفكر في ايه؟ يعني احاول اجمع بين ان انا اكمل ان شاء الله في الدرجه الاولى بلعيب، وان انا اشوف يعني بقى شغل يعني متعلق بدراستي بقى في الجامعه يعني. ان شاء الله موفق باذن الله. ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء يا عم انس، تقول لنا ايه عنها؟ طبعا روح الفانيلا الحمراء دي اهم حاجه. تيشيرت النادي الاهلي بيبقى نص اللعب، 50% اللعب و50% التيشيرت الاهلي. كل الفرق بتبقى نازلين خايفه من الاسم، مش كلاعيبه، خايفه من الاسم. فالحمد لله يعني طبعا دي حاجه كبيره قوي ان اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي. اكيد، بس في نفس الوقت مسؤوليتها كبيره هي كمان ولا ايه يا محمد؟ لا طبعا، يعني اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده بيبقى عليها مسؤوليه كبيره قوي، ان كل ماتش ينزل لازم هو الفوز، ان احنا عندنا المركز الثاني زي الثالث زي العاشر زي اي حاجه. وده في حد ذاته اكيد بيحطكم تحت ضغط،
ولا ايه؟ انا متخيل كده. هو بيحطنا تحت ضغط بس احنا يعني الحمد لله متعودين على كده، متعودين ان احنا الحمد لله البطولات بتبقى معانا، فالحمد لله يعني في الحته دي ما عندناش، بيبقى عندناش ضغط قوي زياده، لان كل ماتش احنا عارفين ان احنا ان شاء الله بنخش نبقى واثقين في نفسنا ونخش نكسب، فدي الحمد لله يعني اهم حاجه. زي الفل. مراكزكم ايه بقى في الملعب؟ انا ليبرو. ليبرو. انا مركز 4. ده اللي هو ايه برضو عشان نشرح للناس اللي هو بيبقى بتعدوا من اول فين؟ هل من اللي واقفين قدام الشبكه بيبقى واحد ده ولا بتمشي من ورا؟ من ورا من ناحيه اليمين. لا يعني واحد من ورا لقدام. كده 1 2 3 4 5 6. اوكي. وبيبقى في تدوير في المباراه الواحده للمراكز مش كده؟ ما بيبقاش في حد ثابت غير اللي، ولا انت بالنسبه لك مركزك بيبقى ثابت الى حد ما؟ انا بيبقى في لفه اللي هو لما السنتر بينزل ويطلع دي انا بطلع بره، ولما بيبقى السنتر على الارسال. اوكي. لما مثلا النقطه بيخلص بتروح للفريق الثاني بنزل انا بقى مكان السنتر ثاني. مين اتقل الفرق اللي لعبت قصادها في الموسم ده؟ تعالى نتكلم على الموسم ده بصفه خاصه بالنسبه لك انت بقى. في القاهره كان عندنا ماتش الشمس ودجله كانوا من اصعب الماتشات، وفي الجمهوريه طبعا ماتش الزمالك بيبقى ليه حاجه ثانيه يعني. الثلاث اسماء دول هم اللي اتكرروا برده في الجزء اللي فات من الحوار مع كابتن نادر. كانت ليه صعوبه؟ يعني صعوبه كانت عشان الفريق ليه تاريخ وليه اسم ومعروف، ولا عشان انتوا عارفين امكانيات اللعيبه اللي في الفريق المنافس؟ لا عشان احنا يعتبر يعني اصحاب وكده وعارفين طريقه لعب بعض ومع بعض في المنتخب وكل حاجه، واحنا فريق الشمس يعني كان السنه اللي فاتت خسرنا منه مرتين او ثلاثه، فكنا لازم السنه دي نثبت يعني ان احنا احسن، فالماتش ده كان بالنسبه له برده مزاج خاص يعني. وانت نفس الوقت؟ نفس الكلام. ماتش الشمس وماتش الزمالك كانوا اصعب ماتشين، يعني الشمس كانت كسبانه قبل كده السنه اللي فاتت، فكنا لازم بقى نرد اعتبار ونكسب الماتش ده يعني، فالحمد لله كسبنا الماتشين وصعدنا الدور النهائي وكسبنا الحمد لله. كنا في الجزء اللي فات لو انتوا اكيد تابعتوا معانا الحوار كنا بنتكلم مع كابتن نادر على تفصيله الحاله النفسيه للعيبه واهميه ان يبقى في تواصل وفي احتواء من المدرب او المدير الفني للعيبه. بالنسبه لكم انتوا الى اي درجه الكلام ده متحقق مع كابتن نادر؟ الصراحه كابتن نادر كان بيساعدنا. قبل ما تكمل كلام عايز احب اقول لك كابتن نادر قاعد ورا الكاميرا اللي يعني حاضر معانا الكلام. لا ايوه قلت لي ايه بقى على كابتن نادر؟ لا لا كابتن نادر الصراحه كان بيساعدنا جدا اذا كان بره الملعب او جوه الملعب، كان بيساعدنا بره الملعب نفسيا. هو اصلا شخصيه مريحه جدا يعني واضح ما قعدتش معاه اكتر من 10 دقايق بس شخصيه محترمه ومريح جدا وتحس فعلا ان عنده قدره على الاحتواء. كان بيساعدنا الصراحه وكان قبل كل ماتش بيتكلم معانا وان احنا لازم نبقى قد المسؤوليه ونرفع راسه، وكان جوه الملعب زي بره الملعب يعني، واحنا الصراحه كنا مبسوطين ان احنا مع كابتن نادر الموسم ده يعني. هو على طول هادي معاك ولا ساعات بتطلعوه برده من اعصابه يعني؟ لا يعني المجمل ان احنا بنبقى يعني كويسين معاه، احيانا بيتعصب طبعا لما حاجه ما تتنفسش في التمرين، بس يعني كان معظم يعني كابتن نادر لا كان هادي وكويس جدا معانا الحمد لله. قبل برده نفس السؤال كنت بساله لزياد من شويه، قبل الماتشات المهمه والثقيله بصفه خاصه بتتواصلوا مع بعض سواء بقى في التليفونات في البيوت او قبل ما تدخلوا الماتش في اوضه اللبس بتقولوا لبعض ايه؟ طبعا لازم كل يعني بنكلم بعض علشان يبقى كل واحد عنده المسؤوليه ان هو نازل يكسب، ما يبقاش حد متراخي او مش عايز يلعب. فلازم يعني بنحمس بعض في اوضه اللبس او في التليفون، نكلم بعض نشوف هنعمل ايه في الماتش وكده، وبرده كابتن نادر كان بيبقى معانا دايما بيحمسنا في الاجتماع او في الماتش وكان دايما في ظهرنا، بس يعني الحمد لله كنا قد المسؤوليه يعني الحمد لله. الكلام ده بيحصل بحذافيره وابو حميد ولا في زوايا ثانيه ناقصه للموضوع؟ لا بيحصل طبعا، احنا كلنا قبل الماتش بنتكلم مع بعض اذا كان ماتش مهم او ماتش كده كده كل الماتشات مهمه بالنسبه لنا، فبنكلم بعض ان احنا لازم نكسب اي ماتش، لازم كل ماتش ندخل يبقى بنسبه 100% تركيز، لان كل ماتش بيبقى خطوه نحو البطوله يعني. وكابتن نادر كان بيساعدنا في الحاجات دي وبيتكلم معانا، وكان بيبقى فيه قبل كل ماتش اجتماع ان احنا لازم ننزل 100% ونكسب يعني. عموما المكاسب المتتاليه لفرق النادي الاهلي المختلفه بتاكد حاجه واحده بس، وهي ان النادي الاهلي كالعاده هو ملك ملوك الصالات. حد عنده اي قول تاني بعد اللي اتقال ده؟ لا طبعا. يعني مليون مبروك، انتوا نورتونا وشرفتونا وان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ثم عوده الى اخر جزء او اخر فقره في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.